من حيث تحقيق أهداف المخطط الرئيسي لرقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ومن حيث الممارسات الحسنة قمنا اليوم بإعطاء إشارة انطلاق لثلاثة إجراءات عملية. الأولى وهو إعطاء إشارة انطلاق للمنصة الرقمية، وهي الأولى على المستوى الإفريقي لتعليم الأساتذة اللغة الإنجليزية للحصول على مستوى B2 أو C1 من أجل مباشرة التعليم باللغة الإنجليزية لمختلف التخصصات والمواد قريبا إن شاء الله. الإجراء الثاني وهو إعطاء إشارة انطلاق للمنصة الرقمية للشكاوي، وبالتالي تقوية الحوكمة الرقمية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. والإجراء الثالث وهو إعطاء إشارة انطلاق التوقيع والتصديق الإلكترونيين لمختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.